الانسانيين يمكننا ما خايف ما خافش على الاخوان هو انه التدريب. حنا وقفنا من ورا سلاب 12 يوم عاد جينا لعبنا مع ايت من اللول، ومن بعد راه وقفنا 8 ايام يعني ما بدينا ثاني الثالث حتى الاثنين. يعني مشكل ديال اللياقه البدنيه الدراري راه ما مترينينش، كاين غيابات مؤثره 4 ولا 5 هادي ثالثا، وكاين زيدنا لي جون رابعا، وكاين الاهم من هذا الشيء هو اللي شاف في المقابله راه كنضير على المستوى التكتيكي. قلتها للولاد قلت لهم راه اتونسيون راه هكا غتلعب، واللي صبار ولا غادي يبقى مكونسونطري راه هو اللي غيدي الماتش، واتونسيون من الاخطاء الفرديه. راه كنا مضمونين الماتش الا شفتوا راه 3 ولا 4 محاولات واحد دوميور الاولى، مالوريزمون راه كان بينالتي، كانت شي لاكسيون انديفيديوال ما عند بنادم ما يدير. منين دخلنا راه عاود لمينا الشمل عاود تعادلنا، ولكن تيبقى عاود خطا فردي في نفس الشكل لو ميم جوار كو جي اللي تكلمت عليه، فخطا اخر. من بعد العامل ديال اللياقه البدنيه كنعاود نكرر، والعامل ديال التجربه ديال فريق في القسم الوطني الاول، وكنت نقولوا صوفا وعنده المورال راه هو اللي لعب لصالحهم. شكرا. اولمبيك مراكش طلب باش انه يلعب المقابله ديالو بالليل، ولكن ما كان حتى تجاوب من اولمبيك مراكش. انا والله ما في راسي اخويا بالله الصراحه، الا كان شي حاجه يمكن تسول الناس اللي مكتبها. بالنسبه لك مباراه التوقيت الحراره ما بغيتوش، انا بغيت لانطري ما بالليل، ما عطاوش ليا التيران في سيدي يوسف وما عطاونيش هذا بالليل، ما عنديش فين تريني اصلا. وراه يمكن الناس ديال الاخوان المنابر مراكش راه كتبوا على هذا الموضوع بلي تحبسنا في التيران، تحبسنا حتى بنهار عادي لا طلبنا الليل. تنقول لك لي زونطريمو ما لقيناهم، عادي لا بغينا نلعبوا بالليل راه شكل اخر هذا. شكرا. الله يبارك.